المزيد ينضم إلينا الآن من الشارقة البروفيسور أمين حريش، أستاذ فيزياء الجسيمات الأولية والكونيات والمتخصص في فيزياء النيوترينوات والمادة المظلمة. أهلا بك دكتور، برحب بك في صباح جديد. يعني طبعا بداية محتاجين نعرف إيه هو مصطلح النيوترينوات وأهميتها في دراسة الكون، وإزاي تقدر تساهم في مشروع جونو في توسيع فهمنا للكون. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك أخت حبيبة وأخ جاد على الاستضافة، ويسعدني كثيرا أكون ضيف في هذه الحصة. كما حاربتم هشاشة العظام في الفقرة الماضية عبر ذاك التقرير وتلك المحادثة مع الدكتور المحترم، يسعدني كذلك أنكم تحاربون هشاشة الثقافة العلمية كذلك. مشرفنا يا دكتور، وهو أمر مهم جدا جدا. صحيح. في الحقيقة النوترينو هو أو فيزياء النوترينو أو مجال النوترينو في الفيزياء الحديثة هو فرع مهم جدا جدا، وكذلك متميز جدا جدا، وقديم وضارب في القدم كذلك. أول فقرة أول مرة تم الكلام على هذه الجسيمة الشبح أو الجسيمة اللغز كان سنة 1930 من طرف الفيزيائي النمساوي العريق أو المرموق ولفغانغ باولي. ولكن قبل أن أدخل في التفاصيل، دعني أضع المشاهد في الإطار العام. ما هي فيزياء الجسيمات؟ فالكثير يقوم بالخلط بين فيزياء الجسيمات الفيزياء النووية وفيزياء الذرية. هي تقريبا كلها فيزياء قريبة من بعضها البعض، ولكن الفرق فيه هي في طاقات الظواهر التي تناقشها. ففيزياء الجسيمات أو فيزياء الطاقة العالية هي فيزياء تهتم بظواهر تكون أكثر عنفا من ناحية قيمة الطاقة العالية للتفاعل. وكما يعلم بعض المشاهدين أن هناك أربع تفاعلات أساسية في الطبيعة الجاذبية: القوى الضعيفة، القوى القوية، والقوى الكهرومغناطيسية اللي هي الضوء. فالنوترينو هو جسيم فقط حساس لما يسمى القوى الضعيفة، وتم اقتراحه سنة 1930 من طرف الفيزيائي النمساوي ولفغانغ باولي لحل إشكالية عظيمة اللي هي التهافت بطا أو الاضمحلال بطا. مثلا عندنا نوترون سواء حر أو داخل نواة ذرة ما يتهافت يعطينا إلكترون وبروتون. طبعا انحفاظ الطاقة هو مفهوم مقدس في الفيزياء، وانحفاظ الطاقة في هذا التفاعل البسيط والشائع جدا لم يكن محققا، فبالتالي اقترح ولفغانغ باولي وجود جسيمة كتلة معدومة، شحنة كهربائية معدومة، وتقوم بأخذ الطاقة الضائعة أو تعبير عن الطاقة الضائعة، وبالتالي يصبح مفهوم الطاقة منحفظ. كان ذلك سنة 1930. طبعا لو لم يكن هذا الاقتراح صادر عن فيزيائي مرموق مثل باولي لتم إهماله، ولكن تم قبوله إلى حين التأكد التجريبي الذي أتى بعد حوالي 26 سنة. حيث تم سنة 1956 رصد أول رصد تجريبي للنوترينو، لجسيمة النوترينو من طرف كون أند رينز. طيب بروفيسور، أظن للمقاطعة، يعني كيف يمكن وضع يعني الأبحاث دي في نطاق يعني يفهمه المواطن البسيط فيما يخص يعني الاستفادة من هذا البحث أو هذا مشروع جونو؟ إلى أي مدى يمكن أن يساهم في فهمنا للكون، أو ما الذي أثار فضول الصينيين لهذا الأمر؟ المسألة مش متعلقة فقط بالصينيين. هو فهم فيزياء النوترينو هو مشروع عالمي، كل مرة تقوم به إحدى الدول أو مجموعة من الدول بخطوة متقدمة. مثلا الصينيين ليست أول تجربة لهم، كانت هناك تجربة سابقة اللي هي داياباي. كثير من التجارب، ربما نقدر نقول أنها تصبح عشرات التجارب، كانت مهتمة بالنوترينو وخلال عقود وعقود. فلو تسمح لي نكمل الفكرة فقط. فيما يخص النوترينو، لماذا هو مختلف تماما على بقية الجسيمات؟ لأنه ضعيف التفاعل، ضعيف جدا جدا، إلى درجة أنه يمكن يحضر أو يأتي نوترينو من الشمس ويمر عبر الأرض بدون ما يتصادم أو يتفاعل، لا ولا مع لا أي نوترون ولا أي بروتون من
من المادة الموجودة في الأرض. يعني مثلا أنت الآن وأنا جالسين الآن، لو نأخذ 1 سنتيمتر مربع من مساحتك راح يمر عليها خلال ثانية واحدة 411 نوترينو، فتلاحظ أنه هذا الكم شيء رهيب. فالنوترينو هذا كذلك عنده كجسيم عنده خاصية لا توجد عند أغلبية الجسيمات، هو أنه فيه 3 أنواع أو 3 نكهات ممكن يغير النكهة تاعه ليس عن طريق التفاعل ولكن فقط من خلال السفر. وهذه الظاهرة سميت اهتزازات نوترينو أوسيليشنز. ولماذا اقترحت هذه الظاهرة؟ لأنه مثلا أكبر مصنع قريب لنا للنوترينوهات هو الشمس، شيء رهيب. طيب لو تسمح لي، ما هي الأهداف، ما الأهداف العلمية للمشروع؟ كيف يمكن أن تؤثر نتائجه على المعرفة العلمية المستقبلية تحديدا؟ بالضبط، سؤال مهم جدا. فمثل ما قلت سابقا أنه النوترينوهات يعني مجال صعب جدا للدراسة بسبب ضعف التفاعل، فبالتالي هناك الكثير من الثوابت الفيزيائية التي يعتبر قياسها مهم جدا جدا حتى يمكننا فهم بقية الكثير من الظواهر، سواء على مستوى الأرض، سواء تفاعلات في حد ذاتها، أو ما يحدث مثلا في الشمس، في المستعرات العظمى، في الكون البدائي حسب نظرية الانفجار العظيم. فهذه الخطوة اللي تخص الكاشف جونو هي خطوة جبارة جدا، إذا تسمح لنا هو تارجت، يعني مستهدف المسألة واحدة أساسا. طبعا راح تكون هناك نتائج أخرى تخص مشاكل أخرى تخص النوترينو، ولكن المشكلة الأساسية هي تراتب الكتل. عندنا 3 نوترينوهات، الكتل يا إما تكون بهذا الشكل تراتب مباشر أو بهذا الشكل تراتب معكوس. إيش الفرق مثلا؟ إيش راح يفرق هذه؟ هذه راح تأثر بشكل أساسي جدا على فهمنا لما حدث في الكون المبكر، خاصة تشكيل الألوية، شكل أنوية الهيليوم لما كان عمر الكون 1 ثانية إلى 1 دقيقة، راح تسمح لنا فهم ماذا يحدث في المستعرات العظمى اللي هي نجوم كتلتها أكبر من كتلة الشمس وتحدث بانفجار عظيم. أنا بشكرك شكرا جزيلا بروفيسور أمين حريش، أستاذ فيزياء الجسيمات الأولية والكونيات والمتخصص في فيزياء النيوترو والمادة المظلمة. شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل، وبعتذر من حضرتك نظرا لضيق الوقت. شكرا لك.